لذلك حال روحي لما المسلم يوقف للصلاة وهو مستقبل القبلة. أنا رح أحكيكم، حاول يا أخي معي، كل واحد منكم يحاول، خلي الليلة قبل ما تنام توضى، مصلي التراويح 20 ركعة، الله يتقبل، توضى وضوء صحيح، وقف فاستغفر الله وتب إلى الله، وصلي ركعتين متوجه فيهن إلى الله، ركعتين. لو أريد إن أعطيناك وقل هو الله أحد، خليك متجه إلى الله، لا تفكر بغير الله عز وجل. شوف حالك بعد الركعتين، شوف حال قلبك، التفت إلى القلب، تشعر في القلب أنه يحب الله، يحب الوصال إلى الله، يحب التقرب إلى الله. انظر إلى روحك، شوف روحك عشقاني، بدأ الله، بدأ الله. حط رأسك ونام، تسجد روحك بين يدي عظمة الله. من بات على طهارة أذن لروحه أن تسجد بين يدي خالقها. الله أكبر. وفي رواية من بات على طهارة أذن لروحه أن تطوف حول العرش. هذا وين هي مروحينها؟ مروحها كأنه مشغول، بدك هون وبدك هون وبدك هون، ما عاد في وجهة إلى الله، سدد الوجهة. لذلك الله عز وجل علمنا كيف نحصل على هذا الحال. قال الله تعالى قد أفلح، قد أفلح من تزكى. التزكية التطهير من الذنب، الاستغفار تطهير من الخطيئة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، بعدين فصل أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، لا إله إلا الله، الله 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 أكبر. جربوا ولو ركعتين بالشهر، اعملها ولو مرة، جرب حالك ولو بركعتين، إن وجدت اللذة. بيقولوا اللي بيعجبوا الكحلة بيدنبها، ما هي الكحلة طلعت حلوة بيحط لها خط قدام عينه بيدنبها، وإن ما عجبتك أطمها. في واحد بيوقف الله ما بتعجبه الله، فصلى الله عليك يا رسول الله.